السلام عليكم ورحمة الله. دائما كنجيب لكم الجديد ثم الجديد. معكم هنا واحد الموندولين اوني نوكس بمناسبة شهر رمضان. كنفاجئكم بهذا لارتيكل هذا اللي هو عبارة عن قطاعة ديال الخضار، وكدير حتى الشكالات ديال الخضار. هذا السيبور ديالها ديال الماس. هو السيبور زين في هذا اللي كديري. هذا الشكل الا بغيتي تقطعي مثلا الخيار، الطاطا، الخضره بشكل طبيعي دون زواقر. جوج يكون هذا شيش سنين ديالو. كتقطع عليك لي شيبس مثلا خيزو طويل، خيار، مص. كاين هذا الريوس، الريوس ديالو صغار، الماس صغارين. هذاك الاولاني يختار يدير لك الترافيك ديال الخيزو، غلاط، خيار. هذا كيديرو مرقة على حسب الموديل كيف بغيتي، كبير ولا صغير، العبار اللي بغيتي انت ولا انتيا. وعندنا هذا كتسقي فيه يا اما بطاطا يا اما خيار، وكيطحني بها كتكرطي بها بحال هكا. هاك شيش الطريقة. هذاك الشيء تيخرج من التحت، بطاطا او خيار او خيزو، اللي كان حاجه اللي كتكون قاصحه شيش. ودايرين فيها بمناسبه هذا الشهر العظيم، دايرين فيها الصول ثمن جد مناسب للجميع. ومرحبا بكم عندنا.